تعال برضو نروح نشوف تصريحات خاصه من مارتن ليبتون، كبير صحفي، واحد من كبير من كبار الصحفيين في جريده سان الانجليزيه. فيديو خاص لرقم 10 بيتحدث فيه عن توقعاته لمنافسات كأس الأمم الأفريقية وتأثير غياب محمد صلاح عن ليفربول ومصير نجمنا المصري، سواء بتمديد عقده مع الريدز أو الرحيل إلى الدوري السعودي. وبعدها نرجع نكمل. Hi, I'm Martin Lipton. I'm the chief sports reporter on the Sun newspaper in England. مرحبا، أنا مارتن ليبتون المحرر الرياضي بجريدة الصن بإنجلترا. بالنظر إلى بطولة أمم إفريقيا، فدائما نتطلع للدول الكبرى للهيمنة عليها، وبالفعل خلال السنوات الأخيرة كانت تلك الدول هي مصر والسنغال، أعني أنهما تقابلا في النهائي ويلعبان بشكل جيد دائما. لديهم لاعبين عظماء، والقرعة قد أبدت أنه من الممكن أن نراهما مرة أخرى في النهائي، ولا يمكن أيضا أن نغفل المغرب، وخصوصا بعد أدائها في كأس العالم. وأنا أظن أن هذه الفرق الثلاثة المرجحة، وأكرر أني أرى أن النهائي بين مصر والسنغال. بلا أي شك محمد صلاح هو أفضل لاعب كرة قدم حاليا في إفريقيا، وبلا أي شك تماما هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. أعتقد أنه لاعب مذهل بالفعل مع ليفربول هذا الموسم والمواسم الماضية، بل في الواقع منذ أن انضم للنادي، لذلك سيفتقدونه بشكل كبير. ربما يغيب 4 مباريات في الدوري الإنجليزي والتي ستكون نقطة تحول في الموسم، وهذه المباريات تشمل مباريات ضد تشيلسي وأرسنال، مباريات كبيرة حقا. لقد أنقذ ليفربول كثيرا هذا الموسم، وبلا شك فإن غيابه سيجعل الكثير من اللاعبين يقومون بأدوار متعددة ويلعبون بشكل أفضل في نفس الوقت. وما يثير القلق أن مانشستر سيتي لم يفقد أي من لاعبيه، ربما هالاند قد اقترب من أن يكون جاهزا، ودي بروين على وشك العودة، ولا أحد من لاعبيهم سيذهب لأمم إفريقيا ولا أمم أسيا. وبالطبع ليفربول سيفقد خدمات إندو لصالح منتخب اليابان، لذلك أعتقد أن هذه ستكون لحظة فارقة في السباق على اللقب. بالحديث عن مستقبل صلاح، فالأمر يعود إليه. إذا أراد البقاء في ليفربول فسيرحبون به بأذرع مفتوحة. أعتقد أنه كان يتطلع للمغادرة في مثل هذا الوقت في العام الماضي، إنه كان قادرا على الذهاب بسهولة في الصيف الماضي. وإذا سألتني فأنا أعتقد أنه لا زال يود الذهاب، لكنه في سن حيث يستطيع أن يقرر مستقبله بنفسه. هل يود البقاء في ليفربول وأن يكون في مقدمة هجوم ليفربول الجديد، أم يريد أن يصبح رمزا للشعوب المسلمة بالانتقال للدوري السعودي ويصبح صاحب أعلى عقد في أعلى 5 صفقات هناك؟ وأعتقد أن هذا الأمر حقا يعود إليه، فالسعوديون يريدونه في دوريهم بشدة، سيغرونه بأي شكل وسيعطونه عرضا ضخما. هذا اختياره واختيار أسلوب حياته، وهذا كليا يعود لمحمد صلاح وحده. إذا نظرت للاعبين الذين سيتألقون في كأس الأمم الإفريقية، فسنتطلع إلى الكثير من اللاعبين من دول كثيرة، وليس فقط محمد صلاح، وليس فقط اللاعبين المغاربة أو السنغاليين. فمن الصعب أن تختار، وكما تعرفون جيراسي من شتوتغارت سيذهب لصالح غينيا، فسيكون خطأ تماما أن تختار أي لاعب. ما أحب في بطولة إفريقيا، أنا ذهبت إلى نسخة مالي عام 2002 وشعرت أنها كانت بطولة مختلفة جدا، وشعرت بفخر اللاعبين بلعبهم لصالح بلادهم. يمكن أن ترى كيف كان بابا سار حزينا حينما أصيب مع توتنهام الأسبوع الماضي، واعتقد أنه سيغيب عن بطولة أمم إفريقيا، وكان محبطا بشكل واضح، ولحسن الحظ أنه أصبح لائقا وقادر على الذهاب. لكن هذا يريك ماذا تعني هذه البطولة للكثير من اللاعبين والكثير من الشعوب والبلاد. إنها بطولة كبيرة، والناس في أوروبا لا يعطونها الاحترام اللازم. أنا دوما ما أقول أنها بطولة عظيمة، وخصوصا عندما يشتكي البعض بخصوص اللاعبين الذين يذهبون ليلعبوا في أمم إفريقيا وأمم أسيا. حسنا، أنت تعاقدت معهم لأنهم نجوم دوليين، لا يمكنك أن تشتكي الآن كونهم يؤدون دورهم كنجوم دوليين، لأن هذا بالفعل ما هم عليه. حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص دوري السوبر كان مثيرا، قد أنهى بشكل فعال احتكار الاتحاد الأوروبي يويفا والاتحاد الدولي الفيفا، لكني لا أعتقد أن هذا سيغير الكثير. فمن المرجح أن الأندية الكبيرة سيكون لها صوت أقوى الآن في تحديد شكل المسابقة الأوروبية في المستقبل، فلا أعتقد أنه سيكون هناك دوري السوبر. الفرق الوحيدة التي تريد ذلك هي ريال مدريد وبرشلونة، لكن الآخرون لا يريدون ذلك، مثل بايرن ميونخ وليفربول ومانشستر يونايتد والميلان إلى آخره.
لقد قالوها صراحة أنهم ليسوا مهتمين بهذا الأمر. أعتقد أن ما يريدونه هو تغيير طريقة شكل دور الأبطال. سيجعلوا هذه النسخة الجديدة تبدأ من الموسم القادم، وهذا يعطيهم سنتين ليخرجوا بنسخة أفضل. أعتقد أنه ربما سيكون هناك دوريات أصغر مكونة من 10 فرق في المرحلة الأولى، وبعد ذلك مرحلة خروج المغلوب. لكن لا أظن أن بطولة دوري السوبر ستحدث بهذا الشكل. وإذا نظرت للتصور الأخير ستجد أنه لا يوجد تكافؤ في نظام التصفيات، ولهذا السبب لن تقبل أبدا من جانب الأندية أو الدوريات أو الجماهير، فلن تنجح فيها إلا إذا كنت واحدا من هذه الفرق التي تشكل جزءا من فرق الصفوة. فلا أحد يريد هذا. لا أعتقد أن دوري السوبر سيحدث. يمكن أن أكون مخطئا، لكن لا أعتقد أنها ستحدث. يعني كلام محترم جدا.